ايش هي التمارين اللي ممكن نسويها في البيت حتى ننشط جهازنا الهضمي اللي يعني راح نعرفه مع ضيفتنا المدربة الرياضية إيباء صباغ؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. وخلينا قبل لا نبدا اول شيء كل عام وانت بخير. انت بخير يا رب. وان شاء الله كل ايامك سعادة وفرح. اليوم يوم ميلاد الكوتش إيباء، نتمنى لك كل التوفيق. اعطيتي امنيات ولا لا؟ والله جهزنا الامنيات للسنة ان شاء الله تحقيقها. يا سلام يا سلام، ان شاء الله الله يوفقك. موجودة الحمد لله واحنا سعيدين وهي تواجد والحمد لله على السلامة. الله يسلمك جاي من دبي. شكرا. اليوم موضوعنا جدا حلو وجميل، ويمكن على هذا الموضوع ان الرياضه عموما هي مفيده للجسم، لكن ايش التمارين اللي نقدر نقول تساعد على الهضم؟ احيانا الواحد يكون يعني عنده عسر هضم. هي عسر هضم نفخه اكثر من سبب ممكن يسبب، اللي هي نرجع لمنطقه الامعاء خلينا نقول. فانا بدي احاول اني اضغط على الامعاء خلال تماريني. فانا ممكن اعطي تمرين بسيط ينعمل البيت، اللي هو التمرين الشهير اللي هو السكوات القرفصه من الا بدي اياكم تلاحظوا حركتي كيف انا لما بنزل اي ضغط بده يصير على المعده، فانا عم ساعد الجهاز الهضمي على تفريغ السموم من الجسم. ممتاز. فانا ممكن حركه ثانيه كمان لو بدي زيد، طبعا مع ضربات القلب لما بتعلى اكثر عندي بصير عندي بيعلى الحرق، فهذا بيساعد على طرد السموم اكثر من الجسم. هذه افضل شيء يكون بعد الأكل بكم مباشرة بعد صراحة بتطرق. بعد الأكل حسب الأكل، حسب الوجبة، حسب دسامة الأكل. صح. عندك من ساعتين الستاند، من ساعة لساعتين. إذا كان شيء وجبة دسمة فممكن 3 ساعات لـ4 ساعات. لأنه لو عملنا على طول بعد الأكل فحيصير عندي حرقة اللي هو ارتجاع بالمريء. ولو تمرنت على طول بعد الأكل شو بصير؟ مثلا خلينا نقول أنا عملت تمرين، خليني أورجيكم تمرين هذا غلط طبعا اللي هو للمعدة. خلينا نقول أي تمرين مثلا، خلينا نقول فيه رفع وأنا لسه أكلة، رح يرجع الأكل من المعدة، رح يصير عندي ارتجاع مريء. فالمفترض أن أخذ فالمفترض وقت شو بعمل؟ المفترض أني لا، بالعكس مثلا أخذ وقتي وبدي أعمل تمارين وأنا صار لي ساعة أكلة، هذا الأكل ممكن فيه سبايسز، ممكن فيه حموضة، وأوريدي عندي مثلا موضوع حرقة، فممكن أعمل تمارين وانا ظهري جالس يكون على اعلى من مستوى بطني. المهم ان الراس ما يكون في الاسفل. أيه ممتاز. ممكن اعمل تمارين تساعدني على الهضم وتحرك لي منطقه الامعاء. طيب بما انك يعني سوينا التمارين، ايش التمارين اللي نقدر نقول تخلص جسمنا من السموم؟ حبلش لك بالتنفس ابسط شيء. حلو. وانتم متسطحين تمام، حطوا ايديكم على بطنكم بهالطريقه، افتحوا اصابعكم وخذوا نفس، شوف رفعت البطن ونزلت. ممتاز. لانه عندك سبب من اسباب عصر الهضم كمان الستريس، فاوقات نحن بحاجه بس ضغوطات، فنحن ممكن بس نتنفس، فهذا الشيء رح يساعدني. هي اول حركه. الحركه الثانيه ممكن اعطيكم اياها اللي هي بتمشي بالبيلاتيز، ممكن مع السيركل وممكن بدون، اللي هي الضغط عليها مثلا. اي تمارين ضغط بتساعدني على طرد السموم من الجسم. مثل ما لكم شايفين هي بسموها البوت اللي هي القارب، ومعلي ومنزل، كل الضغط على الامعاء عم بيساعدني اني اعمل سبورت، يعني ساعد الجهاز الهضمي. ممتاز. واي احد يقدر يستخدم في البيت، مو شرط نفس هذه ولو بدونه، شوف نفس الحركه بس الفرق اني ضغطت. لو حابه انا فيني نفسي بطني نفسه وحط ايدي اضغط عليه. احنا تركيزنا على شد على بطني مثلا، البطن اخذ نفس وشد على بطني طبعا لانه مركز على الامعاء. ممتاز. عندك هون فانت بدك تشتغل على الامعاء. وطبعا شرب المي هذا الشيء جدا بنصح فيه. طيب. وممكن اعطيكم تمرين ستريتشنج كمان ينعمل سوري وانتم مسطحين جدا بسيط وصاحين من النوم، بطنكم عم يجعكم من قبل بيوم وحابين تعملوا شيء اول ما تصحوا، بس ستريتش بسيط مع الضغط على الامعاء. نفس الشيء بضغط، كيف بضغط؟ باخذ نفس وبضغط على معدتي، وبنفس الوقت ممكن رجلين مع بعض. تمارين ممكن جدا جدا بسيطه، ممكن ارفع رجلي بهالطريقه هي واضغط لتحت. وهذه التمارين تركيزها على يمكن عضلات البطن اكثر. لاحظ انه كل ضغطي على منطقه الحوض والبطن اللي هو الكور تمام، وهذا الشيء هو اللي راح يساعدني على اني اتخلص من مشاكل عصر طيب. الهضم. اذا مثل الاوقات المناسبه للتمارين، مثل الواحد يعني المفروض ياخذ هذه التمارين بس عشان اذا حس بعسر الهضم، ولا ممكن يستخدمها باي وقت؟ صراحه انا كنت مسافره وكنت عم حاول قدر المستطاع انه ما يصير عندي عسر هضم اوقات اختلاف نوع الاكل. هلو. فكنت ملتزمه اني كل يوم يكون عندي مشي. أوكي. او سباحه وقايه إيه؟ بس لحتى يضل عندي الدم عم مجدد وعم بشرب مي، لحتى ضلني على سيستم انه جسمي يكون ماشي صح، لحتى ما اني اوصل للنفخه او اوصل لعصر الهضم ويصير كل يوم خربان علي. طيب في تمارين انه او تدريبات ان تفتح الشهيه؟ طبعا هي تمارين ضغط. إيه؟ كل شيء تمارين ضغط هي اللي حتساعدني على اني افتح الشهيه. فيني اقول لك البوش اب مثلا تمرين ضغط تمام. اوكي.
اللي مو قادرين يعملوا بوش اب فيهم على ركبهم. حلو. وفي عندي اوبشن ثالث ممكن اعطيهم اياه اللي هن يستخدموا اصابع رجليهم. ممتاز. تمام. وينزلوا كامل على الارض يستخدموا اصابع ايديهم ويطلعوا كامل لفوق. هي رائعه. وممكن كمان اذا بدي اضغط على الامعاء وبنفس الوقت بدي اكسب وزن لانه عندي في عندهم نحافه، عندنا سبب من اسباب انها مثلا عسر الهضم، فعالم عندهم نحافه بدهم يسمنوا. فبنبني عضل بهالطريقه. كمان عندنا تبني العضلات يعني ببني عضل وبفتح شهيه. حلو. تمام. ممتاز. فعندك البلانك، لاحظ انه التمرينين ركزوا على اغلب عضلات الجسم اللي هي الظهر ايدين بطن كامل. ممتاز. متكامل. ولو حابه اني اطور من الحركه ممكن ارفع ايدي بسيط لفوق، ونفس الشيء بالنسبه للطرف. هذا شيء احترافي اكثر يعني، لكن ايوه وبس. ممتاز، الله يعطيك العافيه. يعني التدريبات صعبه شويه ايباء، لكن يعني لو سألنا هل في يعني تمارين نقدر نقول تريح المعده بعد الاكل وتخفف من الحموضه؟ طبعا في عندك مثل نرجع موضوع الحموضه، اني يكون المريء عندي يعني مثلا انا متسطحه تمام، حعمل حركه اسمها الكوبرا، بحط ايدي نفس جنب منطقه الصدر وبرفع لفوق. ما عملت استرجاع، يعني ما ساعدت على الاسترجاع. شايف الخط؟ شديت الجسم من الخط. أيوة. هذا اللاين اللي صار، وهي اغلب تمارينها بتكون قريبه من اليوغا. فانا ممكن ارجع اقعد، هذا عندي تمرين، حاعطيكم تمرين اخر اللي هو مثلا انتم قاعدين بهالطريقه، رجل اليمين على على الطرف اليسار وشد بهالطريقه هي. حلو. برضو شديت ريحت العضلات، ساعدت على الهضم. ممتازة. وما عملت أي مساعدة ليصير استرجاع أكثر، لا خففت من الموضوع، رجيت علبة الجسم كذا. أيوة كأنك رجيت بس بطريقة بسيطة وخفيفة وناعمل الجسم. طيب. المشي أسهل حاجة يمكن عندنا. طبعاً. زين ممكن بس يريح شغلة بالمشي على فكرة. هلأ أنا هلأ أكلت ودي أطلع أمشي متحمسة، حيصير عندي ارتجاع. خطأ؟ طبعاً. برجع بقول لك الدم عم بيفور بالجسم وانت لسه اكل وبطنك تقيل، حيطلع الاكل لفوق، حيصير في ارتجاع، حيصير أسوأ وأسوأ الوضع. فانا بنصح بعد الاكل تقريبا ساعه ارتاح ارتاح وبعدها منها بطلع بمشي. حلو. يريح الجسم. ممكن قبل الاكل اطلع امشي. طبعا كم مده المشي؟ نص ساعه هو هذا الطبيعي ولا اكثر؟ انا بقول مثلا 20 دقيقه فما فوق، هي البسيط. بس انا بقول دائما كل ما زودت كل ما استفدت اكثر. حط ميوزك، حط اي شيء يعني يعطيك موتيفيشن لحتى تستمر. ممتاز. يبقى انا عجبتني شغله يعني جميله انت قاعد تسوينها، احنا دائما نتكلم عن المشكله وكيف احنا نقدر نعالجها. انت صح. بديتي طريقه حياتك ونمط حياتك بالوقايه قبل العلاج. ايوه. فايش النصيحه اللي تقدمينها كمان المشاهدين اللي حابين دائما يبعدوا عن الحموضه ويروحوا كمان لفتح الشهيه؟ النصيحه هي لايف ستايل. يعني انا ما عم بعمل دايت ولا عم بعمل رياضه يوميا لانه حياتي بتكون 1 2 3، لا انا بعملها لايف ستايل. انا اليوم مسافره فمثلا موجود بحر سبحت، مو لانه بدي اعمل رياضه، غيرت جو بنفس الوقت استمريت وحافظت. في عندي طريق مشي رحت مشيت. حاول قدر المستطاع انه الاكل يكون نظيف اكثر ما هو يكون دايت. صحيح. الاكل يكون نظيف بشكل عام، حياتك بتكون بسيطه وسهله وبيستمتعوا بيومهم، ما بتخرب عليهم ايامهم ولا اجازتهم. احنا نتمنى لك التوفيق. تسلم يا رب. إباء طبعا يعني من الشخصيات الناجحه، مهندسه ما شاء الله وكمان مدربه ولها نمط حياه رائع جدا. ويمكن من خلال هذه النصائح اللي قدمتها الأكل النظيف يعني جدا مهم، بالإضافة أن الواحد يعتمد على الوقاية أكثر. عموما احنا عندنا يعني توصيات ونصائح حول أن الواحد حول موضوعنا عموما، موضوع أنه كيف يتجاوز هذه الحموضة ويريح المعدة بشكل أفضل.